عزيز، بعيدا عن موقف تقدم الرسمي سواء من المتحدث أو في البيان، جميع أهالي المغيبين تحديدا سواء في الصقلاوي أو في الرزازة يطالبون بمحاكمة من تسبب بالاعتقال الكيدي والتغييب، وهو حقيقة ليس تغييب وإنما اختفاء قسري، لا يسقط الحق قانونيا بالتقادم. هذا من جهة. من جهة ثانية يعتقد أهالي المغيبين وأهالي الأنبار والمدن المحررة أن الخطوات هي غير جدية أو لم يتم اتخاذ خطوات حقيقية من قبل رئيس أعلى سلطة تنفيذية وهو سيد العبادي. لماذا ظهر هذا الكلام إلى الآن ولماذا لم يتم اتخاذ خطوات حقيقية؟ من حق جميع الأنبارين ومن حق جميع أهالي المصر وصلاح الدين والمناطق التي تم الاختفاء القسري فيها تقديم إخبار أمام الادعاء العام، ويكون المتضرر هم أهالي المغيبين والمسؤولية تقع على السيد رئيس الوزراء. وحقيقة قلتها بعيدا عن موقف تقدم الرسمي، سيتم جمع فريق ليس بقليل من السادة المحامين ويتم مفاتحة المحاكم الدولية المختصة لتقديم إخبار أو تقديم. إذا أكو اتفاق سياسي يعني خلاص المفروض هذا الاتفاق السياسي ينفذ يعني خلاص ما يهم تقدم ولا سيادة، تعليقات عضو لم يوقع على الاتفاق السياسي، ليش يستفزكم عدم توقيع السيد العبادي أو تصريحات السيد العبادي؟ هو ما موقع الرجل. سيد عدنان، المستفز أنه عندما تظهر من شخص من عامة الناس ليس كما تظهر من رئيس وزراء أسبق حكم العراق لفترة معينة وكان شريك في العمل السياسي. لماذا الآن عندما لم يكن له تمثيل نيابي قوي خرجت هذه التصريحات وآخر تصريح؟